السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي التلاميذ والتلميذات. في هذا الفيديو هذا القصير اللي بغيت ننبهكم واحد النقطة مهمة بالنسبة للتلاميذ اللي عندهم بكالوريا دولية يعني باللغة الفرنسية، سواء الجدع مشترك ولا الأولى باك ولا الثانية بكالوريا. أما بالنسبة لعلاش درت هذا الفيديو، لأن الدروس اللي راكم تقراو دابا أنيين راهم جاهزين في الموقع، دونك بغيت تستافدو منهم باش ما يمشيش هذا المجهود اللي كنديروه هنا بعد المنظور. إذا دخلوا الموقع math01.com. ثم بالنسبة مثلا نبداو بالأولى باك اللي عندنا هنا. أولى باك الدرس ديال عمومية حب الدول جينيراليتي سوغ لي فونكسيون راه جاهز، كتكليكي هنا وغتلقى الفقرة ديالو كاملين جاهزين، وكتلقاو في التالي سلسلة التمارين سيغي ديكزيرسيس، كتكليكي هنا سيغي ديكزيرسيس كي كتكمل الدرس كتلقى التمرين ولا كوريكسيون، تكليكي هنا تبارك لا كوريكسيون، تقدر تكون تكست تقدر تكون فيديو، هادو مازال ما درتش لا كوريكسيون ولكن غنديرها إن شاء الله. بالنسبة الدروس نفس الشيء كتلقاهم هنا كاملين مشروحين، كتجيب ورقة وستيلو كتبقى تبع معنا. مثلا فونكسيون بير كتكليكي على الفقرة اللي بغيت هذه مثلا ولا أي فقرة بغيت، وكتبقى تبع درس الشرح والأمثلة والتوضيح بالمبيان بالأشكال إلى غير ذلك، وتقدر تلقى بعض المرات التمرين التصحيح ديالو بالفيديو، وكذلك تلقى لي كويز أسئلة الاختيار المتعدد، كتلقى السؤال وكتقدر تختار جواب مناسب، السؤال الثاني السؤال الثالث الى غير ذلك. فبالتالي كتكليكي هنا وكتعرف النتيجه ديالك واش صحيح ولا خطا. دابا انا ما درتش حتى جواب، عندي صفر درت حتى جواب، راه هنا كيقول لهم الاجوبه صحاح هادو خطا، هنا هاد اللي بالخضر صحاح وهادو خطا، يعني كينبهك الخطا فين كاين. نفس الشيء بالنسبه للتلاميذ ديال الجامعه المشترك العلمي، الدرس الاول جاهز كامل منصب الان، والدرس الثاني النص نتاعو جاهز، الدرس الاول كامل يعني بكلش منصب الان، كل الفقرات مشروحين زائد مجموعة من التمارين زائد هاد السلسلة مهمة جدا، كتكليكي هنايا هاد السلسلة مهمة جدا جدا مشترك علمي، كتلقى معظم الأسئلة اللي ممكن تطرح في الفروض، كتلقى السؤال كتكليكي هنا وكتلقى تصحيح الفيديو، السؤال الثاني التمرين الثاني تلقى تصحيح الفيديو، التمرين الثالث كذلك إلى غير ذلك. إذا كلشي تقريبا التمارين تصحيح الفيديو في هاد الدرس هذا. بالنسبة للثانية البكالوريا مازال ما كملتش ولكن راني إن شاء الله خدام، والغالبيه ديال الدروس تلقاهم ها انت غادي تكليكي على الثانيه بكالوريا وكيبان لك الدروس. دابا راني داير الاتصال في دراسه الدول هذا مازال ما دخلتوش، الاتصال في نقطه، الاتصال على مجال، والمبررات القيمه الوسطيه، تكليكي على الدرس اللي بغيت وغتلقى الشرح بالتفصيل مع الامثله مع التمارين مع التصحيح الى غير ذلك. اذا كتلقى داك الشيء جد مفصل، مفصل مثال الشرح ديالو توضيح بالمبيان الى غير ذلك. اذا كل فقره واضحه ومفصله، كتجيب ورقه وستيلو وكتبقى تخدم. اذا الله يرضى عليكم ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده، لان كندير واحد المجهود كبير، لان كنكتبوا لي فونكسيون ماتيماتيك باش تكتب هاد لا فونكسيون مثلا كيخصك تكتب جوج سطور ديال الكود، راه مكتوبه هكا انت، راه مكتوبه هكا انت، نكون نوريك الكود دابا كي داير غتخلع، حيت كندير واحد المجهود كبير باش كنكتب هادشي هذا، دونك بغيت انا تستافدو، ما بغيتش ندير داكشي بوريان هاد المجهود. شوف لاحظ غير دابا هاديك الدالة، شوف شنو كتبت شي كامل غير باش نكتب ديك الدالة، ممكن نكتب هاد الكود كله باش نلقى هاديك الدالة. إذا الله يرضى عليكم كندير واحد المجهود، دونك باش هاد المجهود يشد بلاصتو بارطاجيو هاد الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وحاولوا نتوما تستافدوا منه، وإن شاء الله نبقى معكم ونخدم معكم ونتعاون معكم حتى توصلوا لواحد المستوى اللي يرضيكم ويرضي والديكم. تحياتي والله يعاون معكم، في أمان الله.